اخر لاعب تونسي خدمت معاه شكون؟ ما دك... انت تعرف تعرف القصه يعني يوسف زاكي طبعا. من وقت من يوسف زاكي ما خدمت مع حتى حد. خدمت انا جي باتيسيبي في ولايه ديفونسور المستير نادي الوحده الاماراتي. علي زهير. علي زهير تبارك الله عليه اخلاق وخلق والهم. اي. خدموها مساروة. اه مش انت خدمتها؟ لا انا 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 مستشار رئيس دوكا انا فهمت. انا اعطيت افي فابورابل وناجح قاعد غادي ما شاء الله عليه نجاح اخلاق وخلق وكره ونجاح وحبوه باشا 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 يعني. في راس بالعربي هذا في الامارات في راس ما شاء الله عليه قبلته ونشوف كونتاكت معاه توها ماشي العجمان اظن يحبوا عليه صوت فرقه ان شاء الله يعني هو قال مش راجع يعني اي عجبه حتى انا حكيت معاه عجبه الجو غادي ولقى راحته ولقى ملاعب وبنيه تحتيه كبيره برشا. انا صراحه بعد العيفه 2007 بلال العيفه بلال العيفه كملت مع 2013 ليكيب تاع 2013 اللي لعبت في الامارات كوب دي موند دي كلوب كوب دي موند دي 17 يعني الكاليتي بدات تطيح عرفت ثم ملاعبيه منهم بالعربي فراس منهم نغموشي في ثم ملاعبي الوحيد اللي مشى لألمانيا لدي غوش فهمتني محمد راجل محمد راجل فما تقاش ملاعبي معبي المونتال ضعيف هو اصله جاي من غادي مش مشى بعد اي ايه. اصله جاي من غادي فالمونتال تقاه ضعيف انا شفتهم لاتاكون تاع ليتوال حازم حاجة حازم حاجة جنبور هو اذا تلقى مصيبه توا كيما في الكلوب كي تحكي مع البو العبيدي تسمع مع بو تحكي انت تسكر الباب تسكر الباب تفهم تفهم الولاد اين اوكين شانس ولا كارير مع الوالدين دائما الوالدين ترى شو اسمه تاع ليتوال ديفونسور شو اسمه كشريدة لا التو اللي يلعب في قطر ديفونسور ليتوال في قطر شكون اللي كان ديفونسور سنترال في الكيب ناسيونال يلعب في موناكو ايمن عبد النور ايمن عبد النور ايمن عبد النور خويا انا قصه غريبه انا جاي معايا ليونا جاردين جا لتونس وجاني معايا الدكتور سبورتيف والبريزيدون شافوه مع ليكيب ناسيونال ربحنا خمسه وقت وتولوز قاعدين معانا مشينا تعشينا مع حسين قال له عثمان برا تعشى معاهم حكينا 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 مع الملابي قال لي لا الصدف من براغا مشى السبورتينغ من بعد سبورتينغ مشى الموناكو هو خلط الموناكو الاخر في تولوز عبد النور تلقاو مع بعضهم ولقاه قدامه يعني من حظه حليت لي برا زوز قويس وما كملتليش بلال العيفة حبيت تقول عليه قصه غريبه في حياه الكره انا مساكني اكبر ملاعبي دوموندي في اوروبا عطوني فيه مليون و200 الف يورو في 2007 شافوه في تونوا نتاع مونتيغو يعني إلي بوب قال لي هذاك يعني من ليكيب كلها بلا العيفة قعدت معاه حكيت معاه كان عنده كل لاعبين الله يسامحه فهمتني وبعد يجي العائلة الافريقي كل هبطوا للدار عليه كل شيء عملناه حاضر قبل ما نهز عاطف التخيل للوحده ونهز يوسف المساكني بديت بعاطف كنت باش تهز بيلي ماشي البوردو يعني هو الوحيد لا اون شونس كبيره باش يلعب لو نيفو شنو صار بعد علاش ما كملش بيلي شدته الكلوب صحوا له كونترا وقتها يحق جمعيه زاد تو برشا الوكلاء هذوما اللي يعني يقولوا بلغتنا يهبلوا في الملاعبيه الصغار كما برمضان والا حتى شهاب العبيدي والا يبداوا صغار عطاو شيء لجمعياتهم معناها يا استاذ انا لو نيفو انت تلوج مازال تلوج جمعيتك لو نيفو وشويه مليون كل واحد يجبد روحه زاد مليون ورو يقول لك حقي زاد مليون ورو شويه وليد عمره 17 سنه عطاو مليون ورو مليون ورو عمره ساد من للكلوب من عند بوردو بوردو للكلوب إلي بوب لاخر دقيقة قاعد يستنى فيه واختياره هو خاطر متعب كي ليكيب ناسيونال لعب موان 17 لعبت في مونتيغو فيها ازار
فهذا يعني ذبحنا بلجيكا بنتيكي زاد وبنتيكي في الكوتونوا هذاك شافوه. وحازم حاجه حسن شنو حبيت تقول؟ حازم حاجه حسن بو كيف كيف بو حب هو يكون وراء العمليه حب ينزل اوروبا. مشى لاوروبا مشى لعب في بوردوه ما لعبش يعني لعب شوي لعب شوي اما دائما الودي اما الموجود لاجون باش يخدموا باش ينزلوا لو نيفو ولا باش يخليه دونك واللي انا في واللي يوسف اللي كنت تمنيته لعب في ليل خاطر اكثر كلوب اما قدم لاعبي ما يكلم كلوب يتدخل الف جون في العمليه انتهى الملاعب. اعطاك شي فلوس يوسف مساك؟ لا مش قصد فلوس انا الموضوع انتهى سكرته. انا عمري يعني ما عدا في ملاعبي واحد عمري ما دخلت لا فيفا ولا شكيت ما صارش اتصال بيناتكم ولا حاجه.